الأستاذ نواف الغفتين قبل المسألة. وطلب السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني من السادة الأفاضل ممثلي البرلمان بغرفتين أتشرف معنا في المنصة للمشاركة في التتويج. جائزة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون فيما يخص البحوث الأبحاث العلمية. الفائز بالجائزة السيد أيد بن قاسم سمير. الجائزة الأولى في فئة الأبحاث العلمية التكنولوجية والرقمنة. يقدم الجائزة السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي الذي شرفنا بحضوره بمعية السادة الأفاضل أعضاء البرلمان بغرفتيه. تقديم شهادة التقدير الجائزة وكذلك أخذ صورة للذكرى. شكراً جزيلاً للسيد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والسادة.